سلام. مع هذا الحجر الصحي اكثر من 20 يوم وانا جالس في الدار حتى قتلني الملل. واحد النهار كنت جالس، لا كنت واقف، وقيلا كنت جالس ما قلتش، كنت وقيلا واقف، لا كنت جالس واقف جالس واقف جالس ما عليناش، كنت متكي كنفكر ندير شي فيديو على كورونا. جبت التليفون شعلت الكاميرا ولكن ما عرفتش شنو نصور، خصني نقلب على شي فكره. بديت كنقلب 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 وانا لقى واحد الفكره واعره. ونهز التليفون حطيت الكادر قديت الكاميرا يلا غنبدا، وهي تعيط لي الوالده عدنان جاوبتها نعم، وهي تعاود تعيط عدنان وانا نعاود نجاوبها نعم عدنان 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 وانا نتعصب ناري دبرت عليها فيقت الوالد